يقول السائل: هل التكبير في عيد الفطر يكون جهريا؟ وما رأيك في من يجهر به في المسجد بالميكروفونات؟ نعم، التكبير ليلة العيد، صباح العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد مستحب، قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكبر إذا رؤي الهلال ليلة العيد، يكبر في الطرقات ويكبر في البيت ويكبر في المسجد وفي المتجر في كل مكان، يظهر التكبير ويرفع صوته به. ولكن التكبير الجماعي بدعة، يعني الناس يجتمعون يكبرون بصوت واحد، هذا بدعة لم يفعله السلف. كل واحد يكبر لنفسه بدون أن يكون هناك تكبير جماعي، لا في الميكروفون ولا في غيره، هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وإنما كل يكبر لنفسه.